بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ورسول الله أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مبارك سعود العجمي، حاصل على شهادة الدكتوراه في الفقه وأصوله. أتشرف بكم أولاً، وأتشرف أن أكون أحد أعضاء هيئة التدريس في جامعة باشن الدولية الأمريكية، ويسعدني كذلك ومنذ هذه اللحظة أن أكون عوناً ومساعداً ومقدماً لخدمتي فيها لكل المحبين والشغوفين بهذا العلم، علم الشريعة الإسلامية بكافة أنواعه وأشكاله وفروعه، وأسعى لترغيبهم ومتابعة دراستهم في هذه الجامعة العريقة والمشهورة والأصيلة التي عرفت والتي عرفت وسهلت طرق العلم وتلمست احتياجات الشغوفين والمحبين للعلوم. وكما تعلمون أن علم الشريعة الإسلامية من أهم العلوم التي يحتاجها كل مسلم ومسلمة في حياته كلها من عبادات ومعاملات وفقه الأسرة وغيرها، والمجتمع بكافة أشكاله وصوره محتاج لهذا العلم. وإنني على استعداد تام من أن أبذل كل ما في وسعي بإذن الله تعالى لخدمة الطلاب والمحبين والمريدين لهذا العلم، وأن أكون عوناً وأميناً وناصحاً لهم بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.